اليوم سوافقا ديال الثقافة القطاع عاوتاني ديال النقافات هما معانا قولوا مسروا الصناعة شتونا شتونا وكنعرفين شكون اللي غناجدو وكنعرفين مع من غندويو مع من غن واش كتشوفوا عباد الله يلا كتقول بسم الله كتوكل على الله عرفتي شنو واحد القنطرة واحد القنطرة داروا لنا قنطرة وخلونا حتى طلعنا فيها وقطعوها وتلاحينا هادشي اللي طرا لينا دابا يلا العرب ديال عباد الله يلاه قلنا بسم الله يلاه بدينا اليوم راه ما خدمناش راه والله ما خدمنا هما شافوا لي لايف وداكشي قال صافي الناس راه زاهيه وقاد راه ما خدامينش هادوك الناس راه كانوا عاطينا ديزافونس قدام عام ونص كانوا عاطينا في شهر ثلاثه وكنصبروا فيهم كنصبروا فيهم حتى خدمنا حتى خدمنا يلاه قلنا بسم الله ويلاه بدينا كشويه كتبان النور في الاول يقولوا لنا ما تبداوش بيستينا فلوسنا في الاعراس ماشي عيب لان احنا هذاك دومين قائم بذاته وهاد الناس اغلبيه ديالهم ناس مهيكلين عندهم شركات كيخلصوا واجبات ديالهم كيخلصوا ضرائب كيخلصوا هزين شحال من عائله واش حنا غتقول لنا طلق شينا شهر واحد شهر السنار واحد اليوم كتقول لنا حبس واش غير حنا غير حنا السؤال واش غير حنا اللي مسؤولين على هاد الوباء الا كان تجمعات ولا كنعرف تجمعات كاينين راه هذا سؤال واحد السؤال اللي ولا بديهي والجواب ديالو معروف اي واحد كتسول كيهضر معاه كيقول لك الاسواق كيقول لك الطوبيسات دابا مازال دابا ولا هما غيوليو عندنا دابا هاد الدوله ملي غتحبسنا حنا غنشوفوا ما التجمعات الحزبيه اش غيديروا فيها هاد الانتخابات وديجا كاينين ديجا كاينين تجمعات حزبيه تجمع في 1000 في 1500 مازال حنا ما كنفوتوش 100 ديال الناس ما كنفوتوش 100 الناس حرام هادشي جينا اليوم جينا باش نشدو جلالة الملك محمد السادس اللي يشوف من حالنا ما كناشدوش الحكومة ما كناشدوش العثماني حيت الملك محمد السادس هو اللي حاس بينا وعارف انه قال لك اللي ضر راسكم قدرني حنا كناشدوك سيدنا كناشدوك انك تشوف من حالنا حيت هاد الاوضاع اللي وصلنا ليها راه لا يحمد عقباها الناس تأزمات حليتوا لينا ما كاملاش شهر ونص في واحد اللحظة ما بين ليله وضحى صديتو علينا خليتونا بحال ما قطعش يعني حنا عيدتو بينا قبل ما نعيدو وما عيدناش اصلا لا خاطر لا والو العرب ديال عباد الله الناس كتشوف انك كيقول لك امتى الناس كيقول لك امتى غتجي عند امتى غتخدموا لينا امتى غيطلقوا ليكم وشنو كاين واش يعني حنا حتى حنا ما عندناش مصادر موقوته اننا امتى شنو غيديروا معانا بين ليله وضحى كيقول لك حكا راه صافي قطع الحفلات تمنع ماشي غير القطاع ديالنا كما تمنع قطاع الحفلات يتمنعوا جميع القطاعات كما سدوا علينا حنا منعونا حنا يسدوا على جميع القطاعات